طبيبا بالأدب تنال أعلى الرتب عش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب. طيب كما قلنا الخوف عند الطفل إذا كان طبيعي فهذا جيد للحفاظ على الطفل، إذا كان يكون الخوف من الأشياء اللي ممكن تضره كما قلنا النار أو الكهرباء أو أي شيء من هذا القبيل هذا جيد، إنما المزعج هو الخوف المبالغ فيه، يعني أحيانا طفل تجده يبكي ويفزع من شيء بسيط، هذا هو اللي يقلق الأولياء وهذا يعود لعدة أسباب، مثلا تخويف الطفل كي ينام أو يأكل أو أي شيء نريده أن يقوم به، الأم أو الأب أو الأطراف المحيطة بالطفل تخيفه بالوحش بالعفريت بما شابه ذلك، هذا معناه يعزز هالسلوك هذا عند الطفل ويصبح الطفل دائما خائف لا يشعر بالأمان. كذلك السخرية من الطفل الخائف، يعني أحيانا تجد الأفراد العائلة إذا كان الطفل يخاف يبدأوا يسخروا منه ولا يحبوا يضحكوا ويتسلوا يخوف الطفل للضحك للمزاح مع الطفل، وهذا يعني أسلوب غير جيد لأنه من شأنه أنه يعزز الخوف عند الطفل ويثبت الصفة هذه عنده والسلوك هذا عنده. كذلك تقليد الطفل لأحد الوالدين أو الأخوة أو الأطراف المحيطة به، لأنه الخوف عادة هو سلوك مكتسب، يعني إذا كان أطراف العائلة أو الناس المحيطة به تكون عندها الشعور هذا، الشعور بالخوف من أشياء بسيطة من حشرة من أي شيء يعني حتى بسيط، الطفل يكتسب هذا السلوك وتولي عنده صفة. كذلك ممكن مشاهدة الأفلام أو القصص المخيفة هذا من شأنه أنه يبث إحساس الخوف في الطفل لأنه يتأثر سريع التأثر. أيضا كثرة المشاكل والخلافات بين الوالدين من شأنها أن تسبب خوف للطفل ليصبح خائف من انفصال والديه أو خائف من هذه الأجواء، يعني المشاحنات والشجارات الدائمة هذا يسبب الخوف للطفل. أكيد كنا نحب الصحة النفسية وتوازن نفسي للطفل، فاللي طفله عنده المظاهر هذه والعلامات هذه أنه يخاف من أبسط الأشياء يحاول أنه يتفادى الأشياء هذه، الوقاية من الخوف تكون بتفادي هذه المسببات. إذا الطفل يعني خايف نحاولوا نطمنوه، يعني إذا عندنا حالة من حالات هذه كيفية التعامل معها؟ أولا تفادي المسببات كما قلنا، ما نخوفوش الطفل، من نسخروش منه إذا كان خاف، يعني موقف مثلا ممكن يحدث للطفل أنه يخاف من الظلام، التصرف الأمثل أنك تطمنه وتوصف شعوره، توصف شعور الطفل، يعني إذا جاك طفلك يبكي خايف من الظلام أو خايف من أي شيء آخر من الأفضل ما تقولوش ما تخافش أو إنك تحاول تقول تشجعه بإنه ما يخافش، الأفضل إنك في الأول توصف الشعور متاعه، مثلا تقول له حبيبي أنت خايف، أنت خايف، فتحس أحاسس روحك خايف، أنت كي توصف شعوره اطمنه وتحسه اللي أنت فهمته، اللي انت فاهم الشعور متاعه، وبالتالي تكون اقرب ويكون هناك تواصل افضل. بعد ما تطمنه وتطبطب عليه وتحطه في حضنك وتقول له حبيبي مناش، شنو هو سبب، ما هو سبب خوفك، اذا يذكر لك السبب مثلا اذا كان قال الظلام تقول له حبيبي انا كنت كيفك، كنت مثلك،
أخاف من الظلام، وبعد تبين لي إنه يعني الظلام لا يخيف، وتبين له هذا بالتجربة. يعني تقول له حبيبي هيا نمشي ونشوف، هيا نمشي مع بعضنا للمكان هذا وتشوف ما يصير لنا حد شيء، وبإذن الله ربي هو الحفيظ وربي يحفظنا وما ثمش حتى حاجة تخوف، هيا امشي معايا وخذه من يده وبين له وطبطب عليه. هكذا الشعور يعني بالخوف نقضيه عليه ويصبح الطفل مطمئن، وما دام جرب الإحساس معناها جربت معاه وبينت له وحسيت بيه وبينت له اللي انت فاهمة شعوره، أفضل من إن نكتم الإحساس هذا وإني نقول له لا 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 ما تخافش والكبار ما يخافوش وكذا. يعني ممكن الأم تحاول تشجع طفلها في حين إنها وقت اللي توصف له شعوره وتبين له اللي هي فاهمة إحساسه واللي هي كانت كيفه، كانت مثله وهي صغيرة، كانت مثله خافت من الأول، وبعد تبين لها اللي الأشياء هذه يعني لا تخيف، فتغلبت على الإحساس هذا وما عادش عندها الإحساس الخوف. الطفل هكا نكون أقرب ليه، يعني بالتصرف هذا أقرب المشاعر وأقرب الأحاسيس، وبالتالي يتجاوز الإحساس بالخوف. بينما إذا كان كتمنا الإحساس باش يقعد ديما عنده إحساس بالخوف وعنده إحساس من الخوف من ردة فعل الأم، ويعني إنه يا إما تستهزئ بيه أو تسخر منه أو تحاول تلهيه، يعني تشغله بحاجة أخرى تتصور هي باش تقضي على الإحساس. لا، الأفضل إن نفهموه، والأفضل إن ننزله المستواه، يعني مستوى طول الطفل، ونحضنوه ونبينوا له اللي هذا يعني هذا الإحساس عادي إنك تحسه من الأول، لكن هيا نكتشفه مع بعضنا اللي الظلام ما يخوفناش، أو الحشرات إنها ضعيفة وما تأذيناش، أو أي شيء ممكن يخاف منه الطفل نوضحه له ونبينه له بالحوار وبالإقناع، وبإن متفاهمينه يكون أفضل للطفل، لأنه وقت تبعث الطمأنينة وتحسه بالأمان الطفل باش يتجاوز الإحساس بالخوف. كذلك من الأشياء اللي تساعد على تفادي الإحساس بالخوف هو إبعاد الطفل عن المشاكل، مشاكل البيت من خلافات ومشاحنات أسرية، محاولة طمأنة الطفل وإنه بيته هذا يحس فيه بالأمان. هذا من شأنه إنه يخليه يتجاوز أي شعور بالخطأ بالخوف عفوا. تعريف الطفل بحقيقة الأشياء، يعني مثلا إذا هو خايف من حشرة نبينها له ونحاوره ونقول له حبيبي هذه حشرة بسيطة ما تضرش، ما عندها ما تعمل لك حد شيء، انت ما شاء الله اقوى منها، ونحاول نخليه يعني اذا كان حشرة ممكن انه يقتلها نبين له اللي هو اقوى منها واللي هو قادر انه يعني ما شاء الله يتغلب على الخوف هذا. كذلك القصص، القصة يعني لتعديل سلوك الطفل من الأشياء اللي نشجعكم عليها، أوصي نفسي وإياكم، لأنه الأطفال في حاجة للتربية بالقصة، بما أنه كما قلنا سابقا أنه يتأثر بالقصة اللي تحكيها له. إذا هو عنده الخوف نحاوله أنه نحكي له قصص على الشجعان، نحكي له قصص على أطفال اتجاوزوا الخوف وتغلبوا عليه وتغلبوا على مواقف صعبة. هذا من شأنه إنه يكسبوا معناها يتأثر بيهم ويكسبوا شجاعة أكثر، ويحفز عند الطفل ثقته، يعني يخليه أكثر ثقة في نفسه ويتجاوز عن الإحساس بالخوف. كما قلنا القصة، قلنا طمأنة الطفل، قلنا فهم شعور الطفل، قلنا تعريف الطفل بحقيقة الأشياء. أيضا السايكودراما هذا علاج معناها طريقة لعلاج الأطفال، إنك تعطيه الدور
دور طفل شجاع. يعني مثلا الطفل هذا عنده إحساس دائم بالخوف، تحاول الأم أو المربية أو إنها تعطيه دور، يعني مسرحية يتقمص الطفل دور طفل شجاع، لأنه وقت يتقمص الدور ويحس بإحساس الطفل الشجاع، من شأنه إنه يثبت الصفة هذه فيه. يعني وكذلك في البرمجة اللغوية العصبية نأكدوا على الجانب هذا، إنه الطفل إذا حسسناه اللي هو شجاع، إذا قلنا له ديما صفة شجاع، يا حبيبي ما شاء الله على ابني شجاع، ما شاء الله على طفلي يعني متميز وكذا، هذا من شأنه أن يعطيه ثقة في نفسه، من شأنه أنه يحفز عند الطفل الشجاعة. وكذلك أن نحث الطفل على الاستعانة بالله والثقة بالله والأمان بالله، لأنه إذا عودناه منذ الصغر أنه يعني يعمل الأذكار، أذكار الخروج من المنزل، أذكار الصباح، ويكون عنده يقين أنه ربي هو الحفيظ، الله هو الحفيظ، يعني بإذن الله باش تكون نعليه وعنده الإيمان بالله. ونقولوا له يا حبيبي إن معناها أنت كي تعمل الأذكار بإذن الله ربي يحفظك من كل سوء، كي تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ما تخافش، بإذن الله ربي يحفظك. هذا من شأنه إنه يخلي إيمانه بالله أقوى، ويكون واثق اللي ربي يحفظه. كذلك كما قلنا، إغداق الطفل بالحب، إغداق الطفل بالحنان والأمان، من شأنه إنه يقلص من إحساسه بالخوف. يعني الطفل إذا كان القى نفسه بين أمه وأبوه محيطينه بالحب وبالتشجيع وبالتحفيز، باش يكون واثق من نفسه، وبالتالي مش يشعر بالخوف أو إنه يكون كثير البكاء من أشياء بسيطة. يعني كذلك ممكن إنه يكون أسلوب للفت الانتباه، يعني مرات الطفل يكون ماهوش خايف يتصنع الخوف للفت انتباه الأم والأب. هذا نشبعه بالحنان وبالحب، ونهتم به في أشياء أخرى حتى يترك السلوك هذا. أبنائنا هم سبحان الله العظيم، كما نسقلوهم كما نعودوهم بإذن الله يتعودوا، فنحاول نعودوهم على الشجاعة، الشجاعة يعني المقننة، مش إنه يرمي روحه يلقي بنفسه من مكان عالي ويقول أنا شجاع، أو يلمس شيء في خطر ويقول أنا شجاع، لا مش هذا اللي نحبوه. نحبه نريد طفل متوازن، طفل شجاع في المواقف اللي يتطلب منه الشجاعة، وحذر في المواقف اللي يتطلب منه إنه يكون حذر. يعني نعوده بالتوازن، ونعوده بإنه يكون يعني كيس، يعني واثق ومتميز، ونعز فيه الشجاعة كما قلنا. طيب شكون عنده، يعني من الحضور الكريم روادنا الأفاضل عنده حالة من حالات أطفال، يعني عنده طفل يشعر بالخوف؟ التأخر الدراسي هذا مشكل يعاني منه عدة أطفال، يعني للأسف الشديد هو يعني مشكل مؤرق يؤرق الأولياء أكثر من الطلاب نفسهم. وتأخر الدراسي عادة يعود لعدة أسباب، منها ممكن تكون أسباب سوء تغذية، مثلا الطفل يعاني من نقص في الحديد، أو يعني سوء تغذية عنده، وبالتالي ما لا يستطيع التركيز، وهذا يجر عنه أعداد، يعني أعداد سيئة،
عدم ثقة في النفس، ويكون في حلقة مفرغة انه يعني الطفل تنقص ثقته في النفس في نفسه، وبالتالي يستمر التأخر الدراسي عنده. كذلك الإكراه على الدراسة، يعني الأم لا تختار الأوقات المناسبة بأنه يقوم بالواجب. الطفل يكون يشاهد التلفاز أو يقوم بأي يلعب يعني، والأم تجي تقول له توا باش تقرأ، الآن ستقوم بواجباتك المدرسية. هذا من شأنه أنه يجعل الطفل يكره الدراسة. أو سوء معاملة المعلم. سوء معاملة المعلم من الأشياء اللي تتسبب، سوء معاملة المعلم للطفل يعني من الأشياء اللي تسبب يعني تسبب للطفل الكره للدراسة، بما أنه يكره المادة ويكره المربي. أرجاء تمرير الشريحة القادمة اللي هي التأخر الدراسي. قلنا سوء معاملة المعلم للطفل من شأنها إنها تخلي الطفل يكره الدراسة، لأن المعلم لا يعامله بلطف فلا يريد الذهاب إلى المدرسة. كذلك من الأسباب التأخر في النوم، يعني الطفل يسهر، لا يوجد هناك انضباط لمواعيد النوم، يسهر كثيرا، ينام متأخر، وعند الذهاب للمدرسة توقظه الأم فلا يستطيع النهوض بما أنه نام متأخر، وبالتالي الطفل سيشعر أن المدرسة السبب في إيقاظه، وبالتالي يكره المدرسة ويكره الذهاب إلى المدرسة، ويذهب هو مغتاظ فلا يركز ولا يستوعب كلام المدرس. أيضا من الأسباب كثرة المشاكل الأسرية وعدم توفير الجو الصحي الملائم للمذاكرة. هذا من شأنه أنه يعني يكره الدراسة ولا يهتم بالدراسة، وبالتالي التحصيل الدراسي بس سيكون ضعيف. وجود الكثير من الملهيات أيضا من الأسباب اللي تمنع الطفل من انه يهتم ويركز في دراسته. يعني مثلا كثرة مشاهدة التلفاز او الالعاب، الهواتف الذكية، الايباد، كل هذه الاشياء ممكن انها تلهي الطفل ويصبح عنده عدم رغبة في الدراسة. ايضا من الاسباب التأثر برفاق السوء، يعني هناك أصدقاء أو أقران لا يريدون الدراسة وهم غير مهتمون بدراستهم، وبالتالي الطفل يتأثر بهم. أو غياب القدوة الحسنة، يعني الطفل المحيطين به كلهم غير مهتمين بالدراسة، بالتالي هو سيكون كذلك. من الأشياء اللي تتسبب في تأخر الطفل دراسيا هي الإحباط والقلق من التأخر. يعني إذا الطفل كان نتائجه دائما ضعيفة فسيشعر بالإحباط، وهذا يولد عنده عدم ثقة بالنفس. عدم الثقة بالنفس ستؤدي إلى يعني أنه لا ينجز الامتحان جيدا، لا يشارك في القسم، لا يعني لا يتفاعل مع الدرس، وبالتالي الأعداد أيضا ستكون يعني ضعيفة. هذا يخلي الحالة عند الطفل يعني مستقرة إنه متأخر دراسيا. كذلك من الأسباب عدم الشعور بالمسؤولية وعدم المبالاة اللي يتربى عليها الطفل، يعني تلقى الأم غير مهتمة كثيرا بتنظيم وقت الطفل، يعيش الطفل حياة فوضوية، يعني لا يخطط لوقت إعداد الواجبات المدرسية أو وقت حفظ المعلومات أو استيعابها أو فهمها وكذا. فعدم المتابعة هذا في البيت يؤدي إلى
شعور الطفل بعدم أهمية الدراسة. كذلك كما قلنا المشاكل في الأسرة، أيضا يكون الطفل عنده حالة نفسية وبالتالي لا يستطيع التركيز في القسم، لا يستطيع الاستيعاب، لا يستطيع فهم الدرس، هذا أيضا سيتسبب في تأخير الدراسة، تأخير يعني الطفل في تحصيله الدراسي. إذا أردنا العلاج، يعني نحن عرفنا الآن الأسباب، ومن العلاج هو تفادي الأسباب التي تم ذكرها. يعني الأفضل إنه تكون هناك وقاية من الأول، نعود طفلي على أهمية الدراسة بإني نخصص له وقت للدراسة، ننظم وقته، وقت اللعب يلعب فيه، وقت الدراسة دراسة. نحاول إنه أعلم الطفل قبل الوقت، يعني مثلا هو يشاهد التلفاز أو يلعب، ولو إني يعني ضد إنه كثرة مشاهدة التلفاز لأنها من شأنها أنها تضر بعقل الطفل، وهي من مسببات التأخر الدراسي. كما قلنا الأم قبل وقت الدراسة تنبه الطفل، تقول له ما زالك 10 دقائق وتذهب إلى الغرفة لقيام بواجباتك المدرسية أو لمراجعة الدروس أو كذا. تنبيه الأول تقول له 10 دقائق، ثم تقول له حبيبي ما زالك 5 دقائق، نحبك، أريدك بسرعة بمفردك تذهب إلى الغرفة. هذا التنبيه من شأنه أنه يعطي إشارة للدماغ اللي هو سيذهب إلى القيام بواجباته المدرسية، وبالتالي سيتهيأ نفسيا، سيتهيأ أنه سيذهب إلى الدراسة. للأسف بعض الأمهات يكون الطفل يلعب وتجي تأتي يعني في وقت اللعب وتقول له الآن ستذهب للدراسة، الطفل سيرفض والأم ستلح والأم ستصر وسيصبح هناك صراخ. بالتالي الرابط الذي يكون عند الطفل إنه الدراسة مقرفة أو كل المفردات هذه، يعني لما لا نجعل الرابط بين الطفل وبين الدراسة رابط جيد، يعني رابط إيجابي، إنه نخليه الدراسة حاجة محفزة يعني للطفل، شيء يقوم به الطفل وهو مستمتع، هذا بترغيبه وبتحاور معه يعني على الدراسة من شأنها إنه تخلي مستواه أفضل، إنه يكون مثقف، إنه يكون متميز، إنه يكون فاعل في المجتمع. إذا أنت يعني نميت عند طفلك الرغبة في الدراسة وحسسته بقيمة الدراسة، لن تضطري أيتها الأم أو أيها الأب إنك تلح عليه باش ليقوم بواجباته، لأنه يعني حس بقيمة الشيء هذا، حس بقيمة الدراسة، وبالتالي سيكون هناك وازع داخلي عنده من تلقاء نفسه يذهب ليقوم بواجباته المدرسية. حسن اختيار المدرسة والفصل، هذا من الأشياء اللي تعاون الطفل إنه يكون مستقر نفسيا ويشعر متعة في دراسته. يعني الأفضل إنك تحط طفلك، تضع طفلك في مدرسة تكون تراعي الجانب النفسي للطفل، مدرسة يعني متطورة إلى حد ما، إنها الطفل يستمتع فيها. يعني الطريقة اللي يدرس بها الطفل هي اللي تحبه في الدراسة، إذا هو مستمتع فبالتالي سيحب الدراسة وستكون بإذن الله نتائجه جيدة، بما أنه يقوم بها باستمتاع برغبة في أنه يدرس. أيضا تهيئة البيت للمذاكرة، المكان يكون مناسب، المكتب يكون مناسب،
الجو السائد بين أفراد الأسرة، يعني مش معقول أنه تقول للطفل إذا بأدرسه للآخر تتركه يلعب أو يقوم بأي شيء آخر. نحاول أنه وقت الدراسة تكون يعني شيء جماعي، يعني كل الأطفال، كل أفراد الأسرة، يعني الطفل ولما لا الأم والأب، يعني تحاول أنها تقرأ كتاب وقتها، حتى يكون هذا يعني كأنه مشروع جماعي، مشروع يعني الأسرة، الوقت هذاك وقت مخصص للدراسة، وقت مخصص لأنه كل الأفراد يعني تجتمع، الطفل في المكتب متاعه، الأم إذا عندها المكتب متاعها، أو يعني تشوف الأسرة الظروف الملائمة لها حتى توفر جو مهيأ للدراسة. توفير القدوة الصالحة، يعني إذا كان هناك قدوة للطفل، قدوة حسنة، هذا من شأنه إنه يحفز فيه التنافس والمبادرة أكثر. كذلك تلقيب الطفل بصفة معينة، مثلا يا دكتور أنس، أو يا دكتورة آلاء مثلا. نحاول طفلي يعني نقول له إنه يا باش مهندس، مثل ما بتقولوا في مصر، أو أي صفة تحب تقولها، تريد أن تقولها لطفلك، المهم تحفز فيه إنه تكون عنده هدف من الدراسة، يعني عنده غاية يحب يوصل لها، عنده أهداف يريد أن يصل إليها من خلال التحسن في دراسته. كذلك تحفيز الطفل، يعني كما قلنا أنه تكون همته عالية، هذا شيء يخليه يكون أيضا حافز لبقية الأخوة، يعني إذا كان أنت طفلك الأكبر شجعته وحفزته، وهو باش يعاونك على اخواته الاخرين، خاطر باش يكون هو قدوة ليهم، باش يكون قدوة للاخوة الاصغر منه. كذلك ترغيب الطفل بالدراسة من خلال اللعب، يعني كما قلت لكم قبل على برنامج مونتيسوري، برنامج مونتيسوري يعني يتعلم الطفل باللعب، يكون التعلم تشاركي وتعلم يعني هو مستمتع، فتكون وصول المعلومة أفضل، أفضل من الطريقة الأكاديمية أنه ياخد درس ويحفظه وبعد يوم الاختبار يعيده. إذا المدرسة ما توفرش هذا، تحاول الأم في البيت إذا يعني تقوم معاه بواجباته المدرسية بطريقة تكون ممتعة للطفل. كذلك تنافس بين الأخوة، الأم الذكية ممكن تكون تحفز أطفالها من خلال التنافس، إذا كان عندها أكثر من طفل تحفزهم وتكون هناك هدية من بعد، هذا من شأنه أيضا أنه يشجع الطفل. وأكثر شيء كما قلت لكم يشجع الطفل هو أنك تشعر به وتحسه اللي أنت معاه، إذا هو تأخر دراسيا تقول له حبيبي اتأخرت لأنه للأسف ما حضرتش مليح، ما جهزتش يعني للاختبار متاعك، إن شاء الله المرة القادمة ممكن الإصلاح، إذا كان أنت كانت همتك عالية ممكن الإصلاح، تحاول تكسبه ثقة في نفسه اللي هو قادر أنه يكون تحصيله أفضل بالعمل وبالمثابرة. يعني إذا الطفل كان تحصيله ضعيف ما نحسوش بالإحباط وما نقسيوش عليه، ما نكونوش قاسيين معاه، ما نكونوش قاسيين في المعاملة، يعني والمعاملة تكون ممكن تكون لفظية وهذا يأثر في الطفل كثيرا، يعني إذا حسسناه اللي هو غير قادر إنه يحصل على أعداد جيدة فنظرته لذاته ستكون كذلك، فنحاوله نعطيه ثقة في نفسه حتى ولو لم يستطع هذه المرة، هو قادر بإذن الله في المرة القادمة إذا اتخذ بالأسباب وإذا حسن من نفسه وإذا عمل بالبرنامج اللي قلنا عليه، تنظيم وقته
وإدارة الوقت. يعني هذه من الأشياء اللي تعلمها منذ الصغر، إدارة الوقت من الأشياء اللي نعود بها أطفالنا من الصغر حتى لا يوجد صعوبة يعني عند الكبار بإذن الله. أيضا مساعدة الطفل يعني الأم تساعده وتهتم معاه إذا حاجة ما فهمهاش تحاول توضحها له، تحاول توضحها له بأن تقول له أنت تبارك الله عليك ذكي مثلا وقادر أنك تفهمها، وتبسط له المعلومة وتعطيه ثقة في روحه، بإذن الله سيحسن من نفسه وسيكون بإذن الله متميز إذا الأم بثت فيه الإحساس بالثقة بإذن الله. كل التعويل على البرمجة الإيجابية، كل التعويل، لأنه الطفل أثبتت الدراسات الحديثة إذا كان تقول له يا ذكي بإذن الله، يعني إذا كان تكرر على ما سمعه أنه ذكي 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 سيتصرف كذكي، يعني يتصرف أنه طفل ذكي. في الجانب الآخر إذا قلنا له عكس الصفة هذه فسيتثبت عنده ذلك. واختاري أيتها الأم كيف تريدين طفلك أن يكون، اختاري كيف تريدين أن تعاملي طفلك بالإيجابية، بأنك تعطيه صفات إيجابية وتتحمل يعني منه الخطأ، لأنه الإنسان يتعلم ويطور من نفسه، يعني كل مرة يحسن من نفسه، يعني هو دائم التحسين والتطوير. فاللي تحب طفلها يعني من المرة الأولى يعني تكون أعداده جيدة جدا، يعني لازم توفر كل الظروف من برمجة إيجابية إنه يا ذكي يا شجاع يا بطل يا متميز، ولدي ابني مبدع كذا، من أغذية صحية تساعد على التركيز وتعاون على يعني إن الطفل يكون لا يعاني من مشاكل كما قلنا نقص الحديد أو بعض الأشياء الأخرى اللي ممكن تأثر على تركيز الطفل ويكون عنده تشتت انتباه ولا يركز في القسم وبالتالي لا يستوعب المعلومة جيدا، ويكون الطفل مسكين يعني يدور في دائرة مفرغة إنه لا يفهم ولا يستوعب، والأعداد تكون ضعيفة ويسمع من أمه ما يكره، يسمع من معلم ما يكره، يسمع من محيطين منه ما يكره، فبالتالي كيف تتوقعون أن تكون النتيجة؟ أوصي نفسي وإياكم بالمفردات الإيجابية والبرمجة الإيجابية لأطفالنا، أوصي نفسي وإياكم في كل جانب من جوانب الحياة إنه نكون إن نرسل مشاعر إيجابية لأطفالنا، حتى ولو أخطأ أنا أحبك وأقبلك كما أنت، صدقوني سيتحسن وسيتطور يعني الثقة هذه في نفسه تغير بإذن الله، يعني تغير الكثير. الطفل الواثق واللي عنده ذكاء وجداني كما نقول، يعني إنه يكون عنده إحساس بالثقة، يعني سيجري الاختبار وهو واثق، وبالتالي بإذن الله تكون الإجابات موجودة. أحيانا تلقى الطفل يفهم ويستوعب لكن عنده قلة ثقة في نفسه، يوم الاختبار لا يستطيع الإجابة على كل الأسئلة لأنه متردد وعنده إحساس بعدم الثقة اللي ممكن تكون إجابة خاطئة أو صحيحة ويتردد فيضيع الوقت، وبالتالي يكون عدد متاعه ضعيف، يعني هذا يكون جانب نفسي. فالعلاج إنه نعطيه الثقة في نفسه وإنه نتقبله كما هو وإنه نحاوله نعاملوه المعاملة الطيبة. كما قلنا سابقا كل شيء منظومة مربوطة ببعضها، يعني كل شيء مرتبط يعني ببعضه، إذا أردنا نتيجة إيجابية لازم نوفر كل المسببات الإيجابية. طفلي وفر له ظروف ملائمة، ننظم له، نعاونه ونساعده على تنظيم وقته، نعاونه إنه يكون يأخذ يتغذى الغذاء الصحي
اللي من شأنه إنه يزيد عنده من ذكائه، وهناك عديد الأغذية سنتطرق لها بإذن الله في تنمية الذكاء، هناك عدة أنشطة بإذن الله سنتطرق لها في إن شاء الله المرات القادمة، تنمية الذكاء عند الطفل نحرص على هذا. الرياضة من شأنها أيضا إنها تعاون على التركيز والاستيعاب، كل هذا إن شاء الله يعني يساعد على إنه يكون تحصيله أفضل ويكون طفل متميز بإذن الله. العدوان عند الطفل للأسف الشديد العدوان يعني تجده عند لا نقول كل، إنما أغلب الأطفال يعني يكون عندهم عدوانية، وهذا يرجع إلى عدة أسباب كما قلنا في مراحل النمو ذكرنا بعض أسباب العدوانية. يعني الطفل تعرض إلى قهر أو أي تعب يعني نفسي، فتكون ردة فعله إنه يتصرف بعدوانية، يتصرف بعصبية، يعني يؤذي المحيطين به من أطفاله، يضرب، يخرب، يعني ممكن يزعج كل المحيطين به، لأنه يعني لديه مشاكل نفسية، لديه قلق داخلي يريد أن يعبر عن هذا القلق بعدوانية. أو كذلك ممكن يكون سبب العدوانية أنه يكتسبه من أطراف المحيطة به، يعني الأخوة أو محيطين به يتصرفوا بطريقة عنيفة مع الآخرين، بالتالي هو يكتسب هذه الصفة. كذلك من الأسباب أنه تجد بعض الأولياء يشجعون طفلهم أنهم يكون عنيف، في نظرتهم أنه يكون قوي، يعني الطفل اللي يضرب وما يتضربش هو طفل قوي، الطفل هما يعني يشجعوه على أنه يكون قوي بنظرتهم هما، وبالتالي يستطيع أن يندمج بين الناس ولا يخاف من الناس والناس يخافون. يعني تقابلني حالات هكا انه الام تقول لطفلها ما تخليش شكون يضرب بك، اضرب انت باش ما يضربك حد وباش يخافوا منك الاطفال وكذا. هذا من شأنه انه يثبت العدوانية عند الطفل. عدم الشعور بالامان وعدم الثقة من اطراف المحيطة به، او النبذ او الاهانة او التوبيخ، كل هذا من شأنه انه يكون ردة فعل الطفل عدواني، فللوقاية من العدوانية تفادي كل هذه الأسباب. تفادي الأسباب المسببة للعدوانية كما قلنا الحب، إغداق الطفل بالحب من الأشياء اللي تقضي على العدوانية. يعني صدقا الوصفة السحرية اللي نقولها لكم في أي مشكل مع أطفالكم إنكم تحسوه بالحب، يعني نعطيوها أكثر مشاعر طيبة، بإذن الله سنتفادى أغلب المشاكل إن شاء الله. كذلك سنتطرق في التربية بالحب، إنه الحب هو أساس أي علاقة، الأم بابنها، الزوجة بزوجها، المعلم وتلميذه، كل العلاقات أساسها الحب. الحب يخلي الأطراف الكل يعني مستقرة ومرتاحة نفسيا، وبالتالي ردة فعلها ستكون إيجابية وستكون بإذن الله مرضية. طيب من كما قلنا الأسباب نمر إلى العلاج، علاج العنف والعدوانية عند الطفل. إذا الطفل عدواني نتيجة لسوء معاملة الأولياء، يعني سوء معاملة الأم
أو عدم العدل في التعامل بين الأطفال. الطفل سيكون عدواني مع الإخوة، يعني إخوته اللي الأطراف المحيطة به، الإخوة أو أبناء الخال أو أبناء العم إذا كان في نفس المكان. كل ما حس الطفل بالنبذ كل ما يحس بالعدوانية أكثر، يعني يكون عنده عدوانية أكثر. عفوا، كل ما الطفل كانت المعاملة قاسية معه كل ما يكون أكثر عدوانية. كذلك الغيرة، أحيانا الطفل يغار من أخ فيكون عدواني مع أخته. يعني إذا كان الأم، أعتذر منكم، إذا كان الطفل يعاني من قسوة كما قلنا فسيكون طفل عدواني. إذا الطفل يشعر بالغيرة من أخته سيتصرف بعدوانية، يضرب الأخ الأصغر إذا كان حس إن الأم تميزه خير، أو إذا كان الأم ما عدلتش في المعاملة، يعني تشري الخوه لعبة وهو ما تشريلوش ممكن هو يكسرها، أو تعطي الطفل يعني هدية أو شيء هو لا يأخذ فيخطفها من خوه، أو يعني يضرب خوه أو أي شيء من هذا القبيل. فإحنا لتفادي العدوانية عند الطفل نحترمه، نعامله معاملة طيبة، نعدل بين الأبناء. نعدل، عندما أقول نعدل بين الأبناء نعدل في يعني في الجانب المادي والمعنوي، حتى بالكلمة، حتى بالقبلة، حتى يعني إذا أنا قبلت ابني لازم نقبل ابني الآخر، حتى ولو الآخر سلوكه إيجابي والآخر سلوكه لا يعجبني، أنت أرجع للأسباب، شوف شنو ممكن يكون سبب عدوانية طفلي؟ هل لقسوتي معه؟ هل لي يعني عدم العدل في المعاملة؟ أعود إلى السبب حتى أتفادى هذا السلوك، يعني لأنه العدوانية عند الطفل تكون نتيجة تصرفات معينة، يعني تصرفات قاسية أو قسوة من الأولياء أو المحيطة به، فالطفل تكون ردة فعله عدوانية. كما قلنا زاد أيضا في مراحل النمو، عدم إشباع الطفل بالعاطفة وبالحب ممكن تتسبب في العدوانية والقسوة عند الطفل، يكون الطفل عنيف، عنيف في التعامل مع الآخرين لأنه عنده يعني قسوة القلب هذه نتيجة لعدم معاملته بالحب وباللين. وهو يعني عززنا السلوك هذا بالمعاملة متاعنا. يعني مثلا حتى أوضح الصورة، الطفل يضرب أخوه، يضرب الأخ ولا الأخت، الأم تضرب، يعني تكون ردة فعلها أقوى من سلوك الطفل، يعني تضربه أو تكون عنيفة معه أكثر. هذا سيثبت هذه الصفة، يعني شوف ما نحاولوش إن نصلح الخطأ بخطأ. إذا أنا طفلي كان عنيف مع أخته لا أعامله بعنف، يعني إذا كان أنا عملته بعنف سأثبت هذا. يعني إذا الأم هي تتعامل بالأسلوب هذا، بأسلوب الضرب، أسلوب القسوة، أسلوب الصياح أو الصراخ، كيف أريد أبنائي أن يتصرفوا؟ تحاول الأم أكيد هي إذا معناها ما حاولتش إنها تسيطر على سلوكها وتصرفاتها، الأطفال سيكتسبوا ذلك ولن يستطيعوا المسيطرة على يعني سلوكهم وتصرفهم مع الآخر. بالتالي القدوة الحسنة، قدوة يعني الأم إنها تكون قدوة حسنة، أو الأب إنه يعلم طفله الهدوء في التعامل مع الآخرين، المعاملة يعني تكون لينة، هو سيتعود ذلك.
إشباع الطفل بالحب والحنان من شأنه إنه يقلل ويحد يعني من هذا السلوك. كذلك في الجانب الآخر، التدليل المفرط من شأنه أن يسبب العدوانية عند الطفل. يعني الطفل إذا بلغنا في تدليله، كما قلت لكم سابقا في حتى في فنون التربية الإيجابية، التربية الإيجابية أنها تكون في لا إفراط ولا تفريط. يعني وقت نقول حب وحنان، مش معناه أنا في كل الأشياء باش نعطي، يعني باش نكون مع طفلي متساهلة، لا أقصد ذلك، إنما حتى في تعاملي مع طفلي، يعني في المواقف اللي ما تعجبنيش من طفلي أتعامل معه بهدوء، بالإقناع، بالحوار، بالتفاهم. ما نحاولش إني نتجاهل سلوك سيء ونقول أنا باش أنا لأني منحب نعامل طفلي بالحب نخليه يخطئ ونخليه على السلوك هذاك السيء. لا، نوجهه بهدوء، وجه طفلي بالحوار وعامل طفلي يعني بحب. هذا اللي إن شاء الله بإذن الله إن يكون سبب إنه أطفالنا يكونوا هادئين أكثر ويكونوا يعني ممتازين في تعاملهم مع الآخر. يعني لا إفراط ولا تفريط، لا نكون ندلل طفلي إلى درجة إنه يكون يحس بكل شيء اللي هو إذا شفت لعبة عند طفل آخر ياخذها من عنده ويفكها، يعني ياخذها عنوة وغصبا من أي طفل، لأنه هو يحس روحه هو أهم طفل وهو اللي لازم ياخذ أي شيء، يعني من حقه أو مش من حقه ياخذه. هذا سلوك غير محمود يعني من الأولياء، إنهم يدلوا طفلهم ويخليوه ياخذ أي شيء يعني من حقه أو ليس من حقه. فنتفادى هذا السلوك حتى لا يكون طفلنا يعني عنيف في تعامله مع الآخر. كذلك العصبية وسرعة الانفعال عند الطفل نتيجة لعصبية الأم، كذلك استفزاز الأم أحيانا إنها أو أي طرف آخر. يعني أنا عادة ديما نقول الأم لأنه هي أقرب شخص لطفلها، يعني بحكم تواجدها معه. إذا الأم تستفز طفلها، يعني هو يتغشش يغضب يعني من شيء وهي تسخر منه أو تستهزئ منه، وبالتالي سيكون استفزاز إنه يزيد من العنف، يزيد من العدوانية. كما قلت لكم في مرحلة الخوف، التمرين هذاك يا ريت لو تطبقوه، وأنا يعني عادة نقوم به في الدورات مع المشاركات، إنه تحاول هي تتقمص دور الطفل وتشوف وقت تكون هي تتصرف مثلا بطريقة عدوانية. إذا أنا حاولت نفهمها وقل لها يعني أنت حاسس اللي أخوك فك لك لعبتك وأنت تغششت وأنت تحس يعني بالغضب، وصفت لها وصفت الإحساس، فبالتالي قربت أكثر للطفل، وصفت الشعور يعني شعور الطفل، وبالتالي قربت أكثر ليه، وبينت له اللي أنا حاسة بيه، حاسة بإحساسه، حاسة بالمشاعر متاعه. يعني الطفل سيهدأ ويسمعك. وقت اللي يسمعك وتحس بيه هدايا ويسمع فيك، قل له حبيبي أنت هل تريد أن يتصرف معك الأخ أو صديقك بهذا الأسلوب؟ هل يعني ترغب إنه الأطراف الأخرى تعاملك بالقسوة ولا بالأسلوب هذا أو إنها تضربك؟ أو هو طبعا سيقول لا. نقول كذلك الآخرين يا حبيبي، كذلك الأخ ولا أختك، ولا ما يحبش شكون يضرب ولا شكون يكون قاسي معاه.
صدقوني سبحان الله العظيم، أنا ديما أقول لكم، يعني قلت لكم سابقا إني نحكي لكم من منطلق تجربة في العمل وفي تربيتي مع أطفالي. يعني سبحان الله يكون طفلي أحيانا يعني يحدث هذا من الأطفال يتصرف بعدوانية، ننزل له إلى مستواه نقول له يا حبيبي يا أنس، أنت تحب، أنت تو تغششت على أختك، يعني غضبت من أفنان، حاسة بيك اللي انت غضبت منها واللي هي ازعجتك وكذا، حبيبي يا انس انت تحب شكون يتصرف معك هكا يضربك؟ قل لي لا لا ما نحب، لا اريد، يعني حبش. نقول له كذلك افنان ما تحبش شكون يضربها، حاول انك تتفاهم معها بهدوء، انا متأكد ان انت ما شاء الله عليك متميز وبش تتعامل مع اختك بهدوء. فهو ينظر لنفسه اللي هو متميز واللي هو طفل مؤدب وما يتصرفش التصرفات هذه السلبية والعدوانية، فيغير من سلوكه بالوقت. سبحان الله صدقوني، حاولوا إنكم تجربوها مع أطفالكم اللي عندها يعني طفل هيتصرف بعدوانية، إنها توصف الإحساس متاعه، توصف مشاعره قبل حتى تقرب له أكثر ويكون هناك تواصل أفضل، ثم تمرر ما تريد أن تقول، يعني تقول له هذا السلوك لا يصدر من طفل مميز ومؤدب مثلك، هذا السلوك لا يصدر من طفل رائع، سيغير. يعني طريقة سحرية، وجربوها وقولوا لي إن شاء الله في الحلقة القادمة أو حتى يعني بالتواصل إن شاء الله على صفحتي، يعني يتغير من العدوانية إلى الهدوء ببساطة شديدة، وجربوها وقولوا لي إن شاء الله. كذلك أيضا من الأشياء اللي تساعد على العلاج العدوانية هي الاعتدال في معاملة الابن، والعمل على إسعاده والاهتمام به وإغداقه بالحب، اللي ديما نأكد ونركز عليها إغداقه بالحب، يكون طفل هادئ، لأنه إذا أعطيت الابن الحب والحنان هرمون السعادة سيفرز كثيرا في الطفل، وبالتالي سيكون متوازن هادئ. يعني إذا خلينا هرمون السعادة يفرز كثيرا في عند الطفل سيكون هادئ، وإن شاء الله هكذا لن يكون عدواني. يعني نحاولوا إنه نتفاداو كل مسببات العدوان، ستكون النتيجة طفل متوازن نفسيا، طفل هادئ. مش معناها باش نقول اللي الطفل لن يصدر منه أي تصرف عنيف ولن يصدر منه، سيصدر، لكن طريقة معالجة الأم للموقف هي اللي يعني تقلل منه. إذا أنا هو كان عدواني وأنا كثرت ويعني ديما نصف به مش بيك عنيف، أنت عدواني أنت كذا، سأثبت هذه الصفة. إذا أنا حاولت في الموقف اللي هو يتصرف فيه بعدوانية نهدئه ونعطيه صفات إيجابية ونعطيه يعني مشاعر إيجابية، يعني يتلاشى هذا السلوك، يعني بإذن الله مع الوقت سيتلاشى وسيتغير يعني سلوك الطفل، سنعدل من سلوكه بإذن الله. يعني نعول على الله أولا، ثم على أسلوب الأم في التعامل مع هذا السلوك. الكذب عند الطفل هو يعني في الحقيقة صفة الكذب للطفل، يعني من الأفضل أن نستعملها مع الأطفال، لأنه في مرحلة من المراحل يكون يعني هناك عدة أسباب للكذب، إنما في مرحلة من المراحل الطفل لا يكذب إنما يتخيل، والمحيط به إذا قال له تكذب فهذه صفة سيثبتها فيه. طيب قلنا الكذب هو يعني صفة الرجاء عدم اعتمادها مع الطفل،
وكذلك هو هناك عدة أسباب وعدة أنواع للكذب. يعني كما قلنا الكذب الخيالي، الطفل يتخيل وممكن يحكي لك قصة غير موجودة ولم تحدث، فقط هي حدثت في خياله، يعني من صنع خيال الطفل. الطرف يعني اللي يتعامل مع الطفل من الأفضل إنه يتواصل معه، يقول له اللي هذا ما شاء الله عليك خيالك واسع، وهذا يدل على ذكائك ما شاء الله وانت متميز، ويكمل يواصل معه التخيل ويبين للطفل اللي هذا تخيل، ولا يصف الطفل بالكذب. يعني من الأخطاء الفادحة إنه نصف الطفل بالكذب، خاصة في مرحلة 3 سنوات أو 4 سنوات، ممكن إنه الطفل يحكي لك عدة قصص وتكون هذه يعني صفة فيه. فإذا إحنا قلنا له يعني ما بك كثير الكذب أو تكذب، أو ستكون نظرته لذاته إنه يكذب، وبالتالي ستكون صفة فيه، يعني يعني سنثبتها في الطفل. الأفضل كما قلنا إنه نبين له إن هذا من الخيال، وهذا يدل على ذكاء الطفل. كذلك الكذب الادعائي، يعني الطفل ممكن إنه يدعي يعني إنه أخوه ضربه أو صديقه ضربه، أو معناها شكون اعتدى عليه، خذاله، يعني خذاله أي أشياء من ممتلكاته الخاصة. فالطفل يكذب ويسرد لك قصة، هذا من معناها ممكن يكون عنده غيرة من أخوه، ممكن يكون يعني لأنه الأم تكثر تدليل الطفل الآخر، فهو يريد أن الأم يعني تغضب من الطفل الآخر، فممكن يكذب كذبة. يعني ممكن يقول خويا ضربني فقط يعني حتى الأم تعاقب أخوه. هذا نحاولوا نتفاداو السبب، نحاولوا نتفاداو السبب. رجاء شريحة الكذب، بارك الله فيكم. نحاول نتفاداو السبب، انه كما قلنا نعدل في معاملة بين الاطفال حتى لا يعني نتسبب في انه الطفل يكذب، وهذا يسمى الكذب الادعائي. كذلك الكذب خوفا من العقاب، القسوة وسوء معاملة الطفل ممكن تتسبب انه يكذب. يعني إذا الطفل كانت أمه قاسية معاه في أي موقف ممكن يصير له، هو يجد أنه الحل أنه يكذب على أمه ويغير يعني قصة. مثلا إذا كسر يعني كسر كاس أو أضاع شيء من أدواته، أو والأم كانت قاسية في المعاملة، يعني يتعاقب عقاب قاسي، هو لتفادي هذا العقاب يكذب على أمه ويقول لم أكسر الكأس، أو لم يعني أدواتي يعني أدواته المدرسية سرقها الصديق، في حين أنه لم يسرقها أحد، هو من أضاعها يعني أو نساها في المدرسة. أو القسوة، قسوة الأم تؤدي بالطفل للكذب، وعندها وصفه بالكاذب كما قلنا سيتعزز ويتثبت هذا السلوك. حاولوا أن نكون لينين في تعاملنا مع أطفالنا حتى نتفادى هذه المشاكل. كذلك الكذب التقليدي، يعني من أنواع الكذب، الكذب التقليدي، الطفل يقلد الأم أو الأب. الأم مثلا قد أمام الطفل أو الأب أو أي شخص محيط بالطفل، ممكن أنه يكذب في الهاتف، يتحدث مع صديقه ويقول أنا في العمل وهو في البيت،
أو ممكن يقول لطفله أنا غير موجود، قل أجب عن الهاتف وقل أنه أنا غير موجود. هذا يعني الطفل يقلد المحيطين به، يقلد أمه ويقلد أبوه، هما قدوته. إذا شاف الأم تكذب كيف سيتصرف؟ هو في أي موقف سيستعمل هذا الأسلوب، سيكذب حتى يعني يكذب حتى لتقليد الأم والأب، لا لشيء إلا أنه يحب يكون مثل أم وأبوه. كل هذه الأنواع من الكذب إذا يعني الطفل مارسها وإحنا وصفناه بصفات الكاذب، ستتعزز هذه الصفة عنده، وبالتالي سيصبح عنده كذب مزمن. يعني الطفل حتى في مراحل متقدمة باش يكون يكذب بسبب أو بدون سبب، حتى ولو الأم لن تقسو عليه سيكذب لأنه تعود الكذب، حتى ولو يعني لم يضطر إلى الكذب سيكذب. كذلك للفت الانتباه ممكن يكذب الطفل، ممكن أنه يعني يكذب ليلفت انتباه أمه إذا كان الأم تنتبه وتهتم في الطفل بالطفل، إذا إلا إذا تصرف تصرف إذا يتصرف تصرف سلبي. الحرمان أيضا ممكن أن يسبب الكذب للطفل، يعني مثلا إذا كان الطفل يشعر ب معناه أنه أقل من أصدقائه، يحاول أنه يكذب حتى يبين نفسه أنه من مستواهم، يحاول أنه يكذب حتى يرفع من قدره بين أصدقائه. يعني هناك عدة أسباب. أحيانا الطفل يرفض الذهاب إلى المدرسة فيدعي المرض، ممكن أنه يعني الأولياء يمنعوا طفله من أنه ياخذ مصروفه فيكذب حتى ياخذ يعني المصروف، يدعي أنه محتاج لشراء بعض هذا حتى يحصل على المصروف. يعني هناك عدة أسباب ممكن أنها تتسبب في كذب الطفل. وكما قلنا الوقاية والعلاج أنه نتفادى هذه الأسباب. يعني كل شيء ذكرناه، يعني كل الأسباب بإذن الله لا أقول سنقضي عن الكذب، إنما سيتقلص هذا عند الطفل إذا كان وصل لمرحلة إنه يكذب. كذلك تعزيز الصفات الحميدة عند الطفل، يعني إذا كان هو كذب ما نحاول إني ما نذكرش الصفة هذه وندعوه إلى الصدق بالإيحاء، يعني نحكي قصة على الصادقين ونعزز ونبين قيمة هذا السلوك الصدق، إن نبث في طفلي حب الله والخوف من الله، وإن الله يحب الصادقين، نعلمه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة، نعلمه معناها الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وقل له يا حبيبي أنت شنو تحب يكتب عند الله، تحب يكتب عند الله من الصادقين، وقل له أكيد أنا متأكدة إن طفلي صادق ويحب يكون عند الله من الصادقين. كما قلت التربية بالقصة، قصص عن الصادقين، نحكي له قصة سيدنا أبو بكر الصديق وكيف أنه لقب بالصديق. يعني نحاول إني ما نركزش على الجانب السلبي، ما نركزش إنه نقول له أنت تكذب وكثير الكذب، أو نحاول نعزز والرفع من الجانب الإيجابي بإني نحكي له على قصص الصادقين. هذا أفضل من إني نقعد نركز على صفة الكذب.
اني نوصفه انه صادق افضل من اني اقول له كاذب. اذا يعني وجدت نفسي في موقف انه كذب، احاول ان لا اكشف هذا، يعني احاول ما نبينلوش اني يعني فقت بيه، يعني عرفت اللي هو كذب وفطنت اللي هو كذب. لا، بالعكس، نحاول اني نبين له اني انا واثقة فيه، واللي انا متأكدة ان طفلي بإذن الله يعني دائم الصدق. هذا من الاشياء اللي تساعد على تعديل هذا السلوك. يعني اي سلوك تريد ان تعالجه عند الطفل، تبحث عن الصفة الإيجابية، مثلا الكذب، في المقابل الصدق. نعزز الصدق عن طفلي وأتغاضى عن الكذب. يعني إذا طفلي تصرف في موقف بصدق، يعني أعزز هذا وأعلي من شأن هذا الموقف. يعني قل له أنا ما شاء الله فخورة بيك اللي أنت تقول في الصدق، حتى أثبت هذه الصفة عنده. في حين اللي يركز على الجانب السلبي سيعزز هذا الجانب. فنحاول انه في البداية نتفادى كل الأسباب، يعني كما قلنا عدم القسوة مع الطفل، العدل بين الأطفال، وصف الطفل بالصدق وكل ما قلنا، وكذلك انه ان نعطيوها قدوة حسنة، نعطيوها يعني انه يقتدي بالصادقين، نحكي له قصص الصادقين. هذا من شأنه انه يساعد الطفل على التخلي والتخلص من هذه الصفة السلبية. كذلك يعني احيانا الطفل يكذب للمزاح، يحكي قصة معناها هو مازح ويضحك والمجموعة تضحك معاه، كل الأطراف تضحك معاه. هذا من شأنه أنه يعني يثبت الكذب وهذه الصفات السلبية عند الطفل. لأنه إذا كان أنا ضحكت وقبلت وقت المزاح، معناها ممكن نقبله في أوقات أخرى. فنحاول أني لا أستحسن ولا أمدح الكذب في كل الأوقات. عذرا، أعتذر. البعد عن أسلوب التدقيق والتحقيق الدائم مع الطفل. يعني إذا الطفل تصرف تصرف ما عجبنيش، من دققش ونحقق معاه، يعني يكون دائم التحقيق مع الطفل، سيضطر للكذب. وخاصة إذا كانت الأم بعدما تحقق وتكتشف ما فعل الطفل تكون قاسية في العقاب. يعني الطفل إذا ألحيت عليه ماذا فعلت، من كسر هذا، من فعل هذا، ألح وأحقق كثيرا، سيضطر للكذب. أول شيء أنا مثلا في تعاملي مع أطفالي، إذا لقيت يعني تصرف لم يعجبني، أحاول أقول أنا سأكون فخورة بالصادق الذي سيعترف أنه فعل هذا السلوك، أنا فخورة به. بعد ما يقول لي أنا نقبله ونشكره ونقول ما شاء الله عليك يا حبيبي، أنا فخورة بيك اللي قلت الصدق رغم اللي هو سلوك سيء وممكن إني نتغشش منه، لكن أنت اعترفت وقلت الصدق. ونعزز فيه الصفة هذه. في المقابل نوجهه اللي التصرف هذا لا يعجبني، وهذا التصرف يعني لا يرضي الله وكذا، فنصلح الخطأ ونعزز عنده صفة الصدق. يعني تصرف بإيجابية من شأنه أنه ترجع لنا تصرفات إيجابية من الطفل. كل ما كانت الأم إيجابية في تعاملها مع الطفل، كل ما كان الطفل إيجابي بإذن الله. إذا الأم وصفته بالكذب، يعني هو سيتصرف ويسلك سلوك الكاذب،
إذا الأم وصدته بالصدق أكيد بإذن الله سيتصرف ويسلك سلوك الصادقين. تربية الطفل على التربية الإيمانية، التربية الإسلامية كما نقول، هذا من شأنه أنه يهذب من أخلاقه ويحسن من سلوكه، ويكون عنده دافع يعني ورابط إيجابي. يعني أنا كي نقول الصدق، الله سيذكرني ويكتبني عنده من الصادقين، قيمة عظيمة. فالطفل سيعتز بهذه الصفة وسيسعى لتحقيقها. القدوة الصالحة يعني من الأشياء المساعدة، يعني من الأشياء اللي تعاون الطفل على اكتساب صفات إيجابية، بأن المربي يكون عنده صفات إيجابية. يعني إذا الأم هي تعرف أن الكذب لا يجوز وهي تعتمده وتقول كذبة بيضة، لا، ما فماش كذبة بيضة. يعني الكذب معناها سلوك سيء في كل أنواعه، مازح أو غير أو جاد. يعني نذكره قصة، يعني نحكي له قصص الرسول صلى الله عليه وسلم، الخادمة اللي قدمت لطفلها التمر وكانت تنادي الطفل تقول تعال سأعطيك هذا، سأعطيك سأعطيك. فالرسول صلى الله عليه وسلم نظر إليه وقال لها هل ستعطينه شيء؟ وإلا يعني ستكتب لك كذبة. وهي أعطته، قالت يا رسول الله سأقدم له التمر. كل هذه القيم كي يعني نسقلوها عن طفلنا ونعودوه بها، بإذن الله سيتعود على الصدق، وبالتالي يعني إن شاء الله سيكون من الصادقين، ولن نجد صعوبة في تعويد هذا السلوك الحسن. إذا تفطنت، يعني الأم وجدت طفلها في موقف كذب، تحاول إنه يعني تطلب منه الاستغفار حتى يعني يشعر بخطورة هذا الموقف، وتبين له يعني إنه هذا سلوك سيء بالتفاهم وبالحوار، وهذا إن شاء الله سيؤدي إنه الطفل يتخلص من هذا السلوك بإذن الله. تحفيزه وتشجيعه بالملصقات، بالمكافآت في المواقف الإيجابية عندما يتصرف تصرف يعني يقول الصدق فيه، تحفيزه، هذا من شأنه إنه يعزز صفة الصدق عنده. إذا نمر إلى الشريحة القادمة. اضطرابات النوم. يعاني كثير من الأطفال من اضطرابات النوم، ويعني هذا يقلق الأولياء كثيرا، يقلق الأم والأب. في أي مشكل نتعرض له مع أطفالنا، يريد لو نبحث عن السبب حتى نعالج الأعراض. يعني إذا الطفل كان يعني يقوم يبكي في نومه، تحاول الأم تعالج يعني السبب. من أسباب عدم النوم عند الأطفال، إما إنه يخاف كما قلنا، يخاف من الظلام فتحاول تعالج إحساسه بالخوف، أو الطفل يعني ممكن يكون متوتر نفسيا، يعني متقلق، عنده حالة من القلق، فيقوم وصف في أثناء النوم ويبكي لأنه يعني يشعر بقلق وتعب نفسي. هذا يعني ردة فعل الطفل تكون في الليل، يقوم ويبكي وهذا يزعج الأم فتغضب من الطفل أحيانا،
فهذا يتعزز عند الطفل وتثبت يعني يولي يعني سلوك دائم. كل يوم الطفل كل ليلة يقوم ويبكي والأم تصرخ وتحاول إنها يعني تراقبه يعني إنه ينام حتى ولو أسلوب عنيف. يا ريت الأم وقت لي يحدث هذا لطفلها تحاول تهدئة الطفل، تحاول إنها تحضنه عندها وتشعره بالأمان وتسأله: حبيبي أنت خايف؟ كما قلت لكم إن الشعور كل ما توصف الشعور كل ما تقرب أكثر للطرف الآخر، حتى في تعاملكم يعني في تعاملنا مع يعني البالغين كل ما توصف الشعور كل ما تكون أقرب للآخر، فيكون يعني يسمع منك أفضل ويحسك اللي أنت فهمته، فبالتالي يتواصل معك أفضل. الطفل توصف له الإحساس متاعه وتوصف له شعوره وتبين له اللي انت حاسة بيه اللي هو قام في وسط الليل وهو متقلق، وتحاول انك تفهم منه شنو هو السبب. ممكن يكون عنده يعني مشاكل عضوية، انه يعني عنده قلق في المثانة او كذا، فالطفل يشعر بالقلق أو الذهاب إلى بيت الخلاء، فتشوف تبحث الأم عن السبب وتحاول إنه تتفهم الطفل وتكون لينة وهادئة معاه. هذا أفضل من يعني احتواء الطفل، يكون أفضل وتكون النتيجة أسرع. كذلك الأحلام المزعجة، ممكن إنه الطفل يعني يشاهد أفلام أو كرتون يعني يكون فيه عنف وفيه أشياء ممكن تخيف الطفل، فهذا يخليه يعني يقوم في الليل وهو منزعج أو يعاني من قلق في الليل. تحاول الأم تقضي على كل هذه الأسباب وتتفادى هذه الأسباب يعني قبل النوم، يتعوذ طفلها يعني التعويذ كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، تمسح على رأس الطفل. هذا أصلا من شأنه إنه يحس بالأمان وبالطمأنينة، يعني تقول له: أنا أطفالي أمي أنا ما عوضنيش، عوضني يا أمي قبل ما ينام، قبل أن ينام. فالتعويذ الطفل والمسح على الرأس ويقوم بأذكار النوم وأذكار النفث يعني اللي علمها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقرأ المعوذات وتمسح له على كامل جسده وتحسني بإذن الله ما دام عمل الأذكار هو في أمانه. هذا من شأنه إنه يبث الطمأنينة عند الطفل ويكون نومه هادئ بإذن الله. الابتعاد عن المنبهات، يعني لا يشرب العصير قبل النوم على الأقل يعني من المساء، لا يشرب القهوة أو ما شابه ذلك، يعني الشوكولاتة الكاكاو هذه كلها من أشياء اللي يعني تخلي الطفل لا يستطيع النوم. معالجة الأسباب العضوية، يعني إذا كان عنده قلق في المثانة أو ما شابه ذلك، نحاول إنه نعالج السبب حتى نتفاداه هذا العرض، لأنه إذا الطفل كان يعني توفرت أي سبب من أسباب هذا وعانى من اضطراب في النوم، سيتبرمج العقل على هذا وتصبح يعني صفة عند الطفل، يعني دائم الاستيقاظ في النوم، يعني استيقاظ يعني في الليل أثناء النوم. فكل ما عالجنا السبب كل ما تفادينا الأعراض، كل ما بحثنا عن السبب يكون أفضل في سرعة العلاج أي سلوك أو أي مشكلة عند الطفل. نمر إلى الشريحة القادمة حتى نحاول أن نغطي كل
يعني هي المشاكل السلوكية عند الطفل تختلف من طفل إلى آخر، حاولنا إنه نتطرق إلى أهم المشاكل السلوكية اللي يعاني منها الأطفال واللي يعاني منها أغلب الأمهات. سنتحدث عن مشكل السرقة. بعض الأطفال يعني تجد، لا أريد أن أقول يسرق، إنما يأخذ حاجيات أصدقائه من غير بدون استئذان، ويتعود هذا السلوك دائما، وتجد يعني المربية تصفه بهذه الصفات، فالطفل ستكون نظرته لذاته إنه يسرق. كما قلنا، نحاول أي صفة إيجابية لنصف بها الطفل، يعني نحاول أن لا ننعت الطفل بنعوت سلبية حتى نتفادى. كما قلنا، في أي مشكل سلوكي عند الطفل نحاول أن نتفادى الأسباب. ومن يعني أسباب السرقة مثلا التدليل الزائد، الطفل المدلل يرى أنه كل شيء من حقه، فبالتالي أي شيء يعجبه عند أصدقائه هو يأخذه دون استئذان، لأنه يشعر أنه كل شيء من حقه، وهو أي شيء يريده يأخذه يعني من غير استئذان. أيضا من الأسباب الرغبة في الانتقام من صديقه، يعني إذا كان صديقه تصرف معه سلوك سيء، ممكن هو يأخذ له أي شيء من أشيائه وممتلكاته وانتقاما منه. من أسباب أيضا للسرقة هي عدم العدل بين الأبناء، يعني ممكن الأم تشتري أشياء، يعني أو الأب يشتري أشياء للطفل ولا يشتري للطفل الآخر، فسيشعر يعني بالقهر، وسيسرق أي شيء يعني مشابه لما اشتراه الأب. أيضا من الأشياء المسببة للسرقة الحرمان، الطفل يعني يرى عند أصدقائه عدة أشياء هو لا يملكها، فالحرمان هذا من شأنه أنه يخليه يسرق حاجة حتى ولو لا تكون ملكه، يعني حتى ولو يعني الشيء هذا ليس من حقه، ولكن الطفل يسرق هذا الشيء، يعني لأنه يشعر بالحرمان ويشعر أنه يريد أن تكون له أشياء مثل الأشياء اللي عند أصدقائه. يعني كذلك عدم استيعاب الطفل لمفهوم الملكية الخاصة، أحيانا يكون طفل صغير ولم يتعود بمفهوم الملكية الخاصة، أنه هذا الشيء ملكي وهذا الشيء ملك الآخر، أحترم ملكية الآخر ولا أخذ شيء من بدون استئذان. إذا الطفل لم يستوعب هذا ولم يفهم هذا من الأم أو من المربية، سيأخذ الأشياء وهو غير مستوعب لهذا السلوك. القسوة في التعامل مع الطفل من شأنها أن تتسبب في أن الطفل يسرق، لأنه كما قلنا التوازن النفسي سيكون طفل سليم نفسيا ولن تكون له ردات فعل سلبية. القسوة من شأنها أن تكون يعني تتسبب في ردات الفعل السلبية مثل السرقة. السرقة ممكن أن يسلك الطفل هذا السلوك يعني تحقيق، معناها هو يشعر انه الناس المحيطين به قاسين عليه، يعني
معناها الطفل يلقى هذا سلوك ردة فعل لتصرف الأهل، يجد أنه كل ما كان معناها متاح لي أنه ياخذ حاجة من غيره ياخوها لإرضاء نفسه وانتقام من الأطراف المحيطة به اللي هي قاسية عليه، وبالتالي سيغضبهم يعني، وسيتصرف بتصرفات يعني تلفت انتباه الأطراف المحيطة له حتى ولو لفت انتباه سلبي. فلتفادي هذا السلوك نتفادى كل هذه الأسباب. وإذا للأسف شديد كان هناك يعني وصلنا لحالة أن الطفل دائم أخذ حاجيات غيره بدون يعني بدون استئذان، حتى لا أقول سرقة، لأنه في مرحلة الطفولة لا أريد يعني تلقيب الأطفال بصفات سلبية، نحاول أنه نعطيها حتى ولو هي صفة سلبية نعطيها يعني نقول أنه يأخذ أشياء، يعني نعطيها تسمية ولو بطريقة إيجابية أنه يأخذ أشياء يعني غيره بدون استئذان، لأنه كما قلت الطفل من الأفضل أنه لا نصفه بالصفات السلبية حتى لا نعزز هذه السلوكيات. من العلاج تعويد الطفل على احترام الملكية الخاصة، يعني يحترم ملكية الآخرين ولا يأخذ شيء بدون استئذان. من العلاج أيضا مع أول موقف ممكن يحدث للطفل، يعني أنه يأخذ شيء غير ملكه بدون استئذان، أنه نحاوله يعني نبينوله اللي هذا سلوك لا يجوز، لا يحبه الله، هذا سلوك لا يعجبني، يعني إن كانت الأم أو الأب، هذا سلوك يخليني أنا غير يعني غير سعيدة بهذا التصرف، وأنا لا أرضى من طفلي هذا، لا أرضى من طفلي المتميز أن يتصرف هكذا. كذلك محاولة التحاور مع الطفل ومعرفة سبب أخذه للأشياء التي لا يملكها، يعني إذا تحاورنا معه باعتدال وبلين سنعرف ما السبب وسنحاول أن نعالج السبب. كما قلنا في أي موقف الحوار وال يعني أسلوب التعامل ببليد وتحاور مع الطفل من شأنه أنه يعجل ويسرع بحل المشكل. ونحكي للطفل خلق الأمانة، خلق يعني نحكي للطفل قصص عن احترام الأمانة. كما قلت لكم في أي موقف وأي مشكل سلوكي العلاج بالقصة والتربية بالقصة من أفضل الأشياء اللي أوصي نفسي وإياكم بها، إنه لأنه الطفل يتأثر كثيرا، فنحاول نحكي له قصص الصحابة، قصص التابعين اللي كانوا يتصفوا بالأمانة، وكيف أنه يعني يكون مستجاب الدعوة بأمانته، كيف أنه ينال خير الدنيا والآخرة بالأمانة متاعه عندما يكون الطفل أمين. ونحاولوا أنه يعني هذا طريقة اعتمدتها مع الأطفال أو الأطفال اللي نتعامل معهم، نحاول أني نخبي عنده حاجة، شيء من الأشياء، ونقول له هذه أمانة حاول تحافظ عليها، وعند المحافظة عليها نكافئ الطفل يعني ونفرح به ونعزز هذا السلوك عنده، نحاول نحفظه، يعني نقول له حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، كما قال صلى الله عليه وسلم. كل هذا من شأنه أنه يعزز عنده الصفات الإيجابية ويكره هذه الصفة عنده، يعني الطفل يصبح عنده الأمانة قيمة يسعى إلى تحقيقها.
كما قلنا في أول موقف ممكن يحدث للطفل نساعده على أنه يرد هذه الحاجة إلى صاحبها وتشجيعه على ذلك، فهذا يساعد الطفل على عدم تكرار هذا السلوك. يعني إذا أخذاه شيء ولو يكون بسيط، الأم لا تستهان بهذا الأمر وتحاول أنه مباشرة تسعى إلى إعادة هذا الشيء إلى صاحبه، حتى يعرف الطفل قيمة الأمانة، وهذه القيمة يعني تثبت عنده. طيب إن شاء الله نواصل مشكل الخجل عند الطفل. أكيد كما قلنا أي سلوك عند الطفل تكون عنده أسباب، ولأنه يؤرق الطفل أكثر من الأطفال المحيطة به، فوجب علينا يعني الاهتمام بالطفل إذا كان عنده حالة من الخجل، لأنه الخجول يكون عنده صعوبة في إقامة العلاقات مع أقرانه مع أصدقائه وكل من حوله، وقد يؤدي به الخجل إلى الانطواء وبالتالي اضطرابات نفسية وبالتالي عدم توازن نفسي. يعني الخجول يكون يميل إلى العزلة ويحب الجلوس بمفرده، في حتى ولو كان يعني مع مجموعة تجده يعني جالس بمفرده ولا يستطيع التحدث أو الكلام مع أقرانه، يتهرب من المواقف الاجتماعية المختلفة، يتهرب من يعني حتى في ما حتى يعني في مراحل متقدمة من العمر تجد هناك من الناس اللي يتهرب حتى من اللقاءات العائلية من الاجتماعات المختلفة، لا يستطيع التحدث مع شخص لا يعرفه، لا يستطيع التواصل يعني في المجتمع. فهذه أشياء ممكن تعطل وتعيق يعني التواصل الاجتماعي. إذا كان الإنسان لا يستطيع التواصل مع الآخر، فهذا يعني من شأنه أنه يعيق تحقيق عدة أشياء في حياته اليومية. بالتالي نحاول أنه نعالج هذا المشكل من البداية قبل أنه يتثبت ويتعزز عند الطفل وتصبح صفة عنده حتى في الكبر. يعني تجد حتى أحيانا يعني شاب أو شاب كبير وعند التحدث مع المجموعة يحمر وجهه أو يشعر بضربات في القلب أو ارتعاش في اليدين أو جفاف في الحلق وتلعثم وكذا، وهو يعني في مرحلة يعني شاب، ولا حتى تجد ممكن تتواصل معه إلى حتى في يعني كهول وتلقاه لا يستطيع الإبداء رأيه وسط مجموعة، لا يستطيع التعبير عن رأيه. فهذا سلوك لا نريده أن يتثبت عند أطفالنا، فنحاول معرفة الأسباب وتفاديها لتفادي هذه الصفة. من الأسباب إنه كما قلنا المعلومات الخاطئة اللي ممكن تكون عند المربين، مثلا تقول لطفلها احشم كما نقولوا احنا في تونس، يعني احشم على أي موقف. هو يتصور إنه الحشمة هي سلوك حسن، وهناك فرق بين الحياء والخجل. يعني الحياء إنك تستحي من أن تفعل أشياء تغضب الله أو أشياء غير محمودة أو سلوك يعني يرفضه المجتمع، هذا جيد، هذا محمود، الحياء صفة محمودة. إنما الخجل هو يعني صفة غير محمودة، إنك تخجل من إنك تعبر عن رأيك أو تتعامل أو تتواصل مع الآخر، هذا سلوك يعني غير محمود. ومن أسبابه عدم الثقة في النفس،
يعني مثلا الطفل غير الواثق لا يستطيع أن يتحدث لأنه نظرته لذاته متدنية، وبالتالي لا يستطيع أن يتحدث خوفا من استهزاء الآخرين به، لا يستطيع إبداء رأيه خوفا من أنه يعني يسخروا منه أو ما شابه ذلك. وهذا يعود إلى كثرة نقد الطفل، يعني أوقات الطفل يعبر عن رأيه عوض أنه نحترمه ونحترم رأيه وننقد رأيه. يعني وعلق على طفلي بسخرية واستهزاء، هذا يخليه يعني ثقته في نفسه تكون مهزوزة ولا يستطيع التعبير عن رأيه في مواقف أخرى مع مجموعات أخرى. كذلك الأسرة اللي ما تعودش طفلها بالتواصل الاجتماعي منذ الصغر، يعني في مراحل الروضة هناك من تستهين من أهمية هذه المرحلة، مرحلة التواصل الاجتماعي في الروضة مهمة جدا، لأن الطفل يتعود بالتعامل مع الآخر ف يعني لا يجد صعوبة في المستقبل في التعامل مع الأصدقاء في المدرسة. أيضا إذا الطفل عنده مشكلة يعني في تلعثم في الحديث أو عنده مشكل في لسانه في النطق، إذا الطفل إذا ما عالجناش هذا السبب يعني سيكون الطفل دائم الخجل ودائم يعني الانطواء، وبالتالي كما قلنا تتثبت هذه الصفة حتى الكبار. كذلك الطفل إذا تعرض للقسوة وسوء معاملة من الأطراف المحيطة به سيكون يعني انطوائي ومنزوي، وبالتالي الناس تقول يعني تخاطبوا وتنقدوا، ما بك لا تتكلم، تكلم، تعال مع المجموعة. هذا تجعل يعني هذه التصرفات تجعل الطفل في حلقة يعني مفرغة، هو يخجل والناس تصفه بالخجل، وهذا يثبت عنده هذه الصفة أكثر. لتفادي هذه الحالة كما قلنا من الأشياء المساعدة هي التحاور مع الطفل، يعني التحاور مع الطفل والتقرب منه والتواصل يعني مع الطفل من خلال المشاعر الإيجابية، يعني إذا هو في خجل نحاول نفهمه وننزل نخفض يكون صوتي يعني هادئ في التحاور معه، ما بك حبيبي، بما تشعر، يعني نحاول أني نفهم شعوره وعليش هو ساكت. هذا يخليني أقرب للطفل ونفهم شو هو الأسباب، علاش هو ما ي... علاش مثلا ربما كانت المعلمة تستهزئ منه، ربما كان أصدقائه يستهزئوا منه. نحاول أن نفهم شو هو السبب، وبتشخيص السبب ومحاولة يعني إخراج الطفل من هذه الحالة سيساعده بإذن الله. كما قلنا في السيكودراما أنه نعطي الطفل لعلاج سلوك عند الطفل، نعطيه دور النقيض يعني للصفة هذه، كمثلا الخجول نعطيه دور الواثق المبادر، يعني اللي يكون عنده إرادة في إثبات رأيه، يكون قائد، نعطيه دور القائد. إذا أعطيت الطفل وتقمص هذا الدور كثيرا سيشعر بحب لهذا الدور، يعني سيكون هذا محفز ليه أنه يعني يكون قائد. إذا جرب وتقمص الدور هو في البداية سيكون كتمثيلية كمسرحية، يعني بالتدرج الطفل بإذن الله سيتعود هذا الدور وسيتقمص به،
وسيتقمص هذا الدور، وبالتالي من شأنه أنه يساعده على التخلص من الخجل ومن الانطواء. كثرة الحوار مع الطفل واحترام رأيه، يعني الأم تحاول إنها تحترم رأي الطفل في كل مرة، تحاول إنها تكلف الطفل بأشياء يعني يقدر إنه يقوم بها، وتعزز هذا السلوك عنده، وتثني الثناء الحسن على الطفل من شأنه إنه يكسب ثقة في نفسه، وبالتالي بإذن الله سيتخلص من الخجل، لأنه أكثر سبب للخجل عند الطفل هو عدم الثقة في النفس. فكل ما أعطيته ثقة في نفسه، كل ما شجعت الطفل على القيام بمهام يعني ممكن يقوم بها ويحسنها ويتقنها ثم أثني عليه، كل ما تخلص بإذن الله من هذا السلوك وتلاشى. يعني من الأخطاء إنه نثبت السلوك هذا، يعني مثلا هو يخجل في أول اجتماع، مثلا يطلب من الطفل بتعريف نفسه، تنظر الأم وتقول لا هو لا يستطيع، هو دائم الخجل، هو وتذكر الاسم بالنيابة عنه، يعني في حضور ضيوف يحاولوا الضيوف يسألوا الطفل حتى يعني يساعدوه على الحديث. للأسف الأم تقول هو يحشم يخجل كثيرا، وتذكر الاسم أو تجيب بالنيابة عنه. هذا من شأنه أنه يثبت الصفة عند الطفل، ويعني تكون نظرة ذاته أنه خجول، أنه لا يستطيع التعبير، وبالتالي سيتثبت هذا عنده ولن نعالج. للأسف نحن سنؤكد ونعزز هذا السلوك. نحاول دائما في تعاملنا مع أطفالنا أنه يعني طفلي الخجول أعطيه مهمة مثلا الذهاب إلى الجارة، وأرسل معه يعني رسالة تكون لفظية، هو سيعيدها سيقولها يعني للجارة أو لصديقتي، أو أعوده بهذا مرة ومرة، يعني يكون جارتي مثلا هو متعود بها قليلا، ف يعني لن يكون عنده خجل كبير منها، فسيتعود. أعوده بالحوار مع المجموعة، يعني مع أفراد العائلة، يعني مع العمة، مع الخالة، مع العم الخال، يعني نحاولوا كل مرة نساعدوه إنه يخرج من هذه الحالة وهو الخجل، حتى يتعود، حتى مع الأطراف الغير محيطين به يكون واثق ويتحدث ويكون طليق اللسان بإذن الله. أؤكد على الجانب البرمجة، لأن الطفل كل ما نقول له أنت ما شاء الله واثق وقادر إنك تتحدث وقادر إنك يعني تعبر عن رأيك، يكون أفضل من نقول له ما عادش تحشم ولا تخجل ولا وكذا. يعني العقل الباطن لا يستوعب كلمة لا، يستوعب الكلمة الإيجابية، فنعطيه لأطفالنا كلمات إيجابية يكون العلاج أفضل. الغضب ومن الأشياء المتعبة، يعني عندما يكون الطفل كثير الغضب، كثير العصبية، يعني يكون حقيقة متعب. لكن قبل أن نلوم الطفل، قبل أن نلوم الطفل العصبي كثير الغضب، يعني لو نبحث في السبب سنجد أننا المسؤولون عن هذا. أكيد الطفل اللي يكون كثير الغضب، المحيطين به كثير الغضب، يعني لا أتصور طفل يسلك هذا السلوك لم يرى أمه
تتصرف بعصبية، أو الأب يتصرف بعصبية، أو فهذا سلوك مكتسب، وهذا يعني سلوك الطفل يتعود به بالأطراف المحيطة به. فإذا أردنا أن نصلح هذا السلوك ونعدل هذا السلوك مع أطفالنا، نبدأ بأنفسنا يعني قبل كل شيء، نحاول أن نصلح من أنفسنا في طريقة تعاملنا مع أطفالنا. يعني إذا أنا نغضب من أي موقف بسيط أو يعني أي شيء ممكن أنه يغضبني، فطفلي سيتصرف هكذا. كذلك كما قلنا، عدم إشباع الطفل بالحب يعني لن يكون لديه هرمون السعادة اللي يضبط الجسم ويخلي الجسم هادئ. سيكون الطفل كثير التوتر، كثير العصبية، كثير العدوانية، وسيزعج الآخرين. هذا يعني كل هذه التصرفات من الطفل ستغضب الأهل، وبالتالي سنصفه بصفات سلبية، ونظرته لذاته ستكون سلبية، وبالتالي سيستمر هذا السلوك. لتعديل هذا السلوك ولمعالجة هذا السلوك، أولا إشباع الطفل بالحب، إشباع الطفل يعني بالاحترام، بالتقدير. كل ما حضننا ابننا أعطيناه أكثر، يعني ساعدنا الجسم على إفراز هرمونات السعادة، وبالتالي طفل مستقر ومتوازن، قليل التوتر، قليل العصبية. ثانيا، أن تحاول الأم أنها تكون قدوة حسنة لطفلها، هي بيدها تحاول أنها يعني تعدل من مزاجها، وتكون تبرمج عقلها على أنها تكون هادئة. يعني في أوقات إذا هي حست يعني أغضبها طفلها، تحاول يعني تبعد على الطفل وتتنفس، تعمل تمارين التنفس اللي تساعد على الهدوء والاسترخاء، ثم تعود للطفل وتبين له الخطأ بهدوء. لأنه إذا هي انفعلت من أي موقف، كما قلنا، الطفل سيقلد الأم، ويعني سيكتسب هذا السلوك، وسنكون في يعني فعل وردة فعل. الأم تغضب، الطفل يكون سلوكه يعني فيه عصبية وغضب وعدوانية. يعني نغيره احنا من البداية، لأنه احنا الراشدين، احنا اللي العقل مكتمل عنا وقادرين ان نغيره، ونساعدوا طفلنا للتغيير، ساعدوا طفلنا على يعني ان يكون اكثر هدوء واكثر يعني توازن، ويبتعد عن العصبية. كذلك هناك أسباب يعني عضوية، مثلا الطفل يكون عنده مشاكل في الهضم، مشاكل في المعدة، أو هناك ديدان، أو يعني آلام في الحلق. هذا الانزعاج أو هذا الـ يعني المشكل العضوي من شأنه أنه يتسبب في توتر للطفل، وبالتالي يكون سريع الغضب. ولاحظوا أحيانا يكون طفل متقلق أو مريض، يعني من أي شيء ممكن أنه يغضب كثيرا ويبكي وينفعل. فنحاول نعالج السبب هذا لتفادي عصبية الطفل. محاولة أنه يكون الطفل في جو كله هدوء، يعني إذا كان البيت هادئ وكل يتعامل بهدوء، يعني لا تجد الأب يصرخ أو يتصرف بعصبية، أو الأم كذلك، الطفل سيكون في بيئة هادئة، وبالتالي التصرف بتاعه سيكون هادئ، لأنه العصبية وكثرة الغضب ستفرز ذبذبات وطاقة سلبية في المكان، وبالتالي ستجد أن الأطراف الموجودة في ذاك المكان منفعلة. يعني أكيد كنا عشنا أنه إذا انفعل
أحد الأفراد اللي يعني محيطة بنا، ستجد أن الإحساس هذا نحسوه إحنا، لأنه العصبية والإفرازات السلبية، يعني الطاقة السلبية اللي مررناها المحيطين بنا، يعني إذا أنا كنت عصبية طفلي سيكون عصبي، إذا أنا كنت عملت بعصبية مع زوجي يعني هو سيتصرف كذلك، لأنه أنا مررت له طاقتي السلبية وكانت هناك ذبذبات سلبية في ذاك المكان. فنحاول أن البيت يكون والبيئة اللي فيها الطفل تكون كلها هدوء، وأثبتت يعني دراسات أنه إذا الأم في بيتها تقول في مفردات إيجابية، يعني وإلا الأب ولا المكان هذاك، سيكون الطاقة اللي فيه طاقة إيجابية، وبالتالي إحساس بالهدوء من كل الأطراف اللي موجودة في البيت. فحاولوا كثرة الذكر في البيت من شأنه أنه يعني يجعل البيت كله طمأنينة. الألفاظ، نحرص على مفرداتنا اللي نخرجوها، لأنه كل كلمة عندها ذبذباتها وعندها يعني طاقتها، فنحاول نخرج الألفاظ الإيجابية ونقول يعني أشياء إيجابية من شأنها أنها تبعث الهدوء والطمأنينة في البيت، لأنه هذا سينعكس على الطفل. أيضا من الأشياء اللي ممكن تتسبب في غضب الطفل وعصبية الطفل تكليفه ما لا طاقة له به، يعني الطفل الأم أحيانا تكلفه بأشياء لا يستطيع القيام بها أو تثقل على الطفل فيغضب، يعني تطلب منه أن يفعل هذا ويقوم بواجباته ويرتب غرفته ويقوم كلها في نفس الوقت، سريعا افعل هذا سريعا افعل هذا، يكمل هذه المهمة مهمة أخرى، ويعني أشياء يعني أوامر وراء أوامر وراء أوامر بدون احترام حاجيات للطفل، سيغضب وسيتصرف بعصبية. عدم توفير أماكن يعني للأنشطة للطفل اللهو أو اللعب، سيشعر الطفل بالملل، سيشعر بالفراغ، وبالتالي سيكون أكثر توتر وعصبية. إهمال حاجيات الطفل للحب وللتعبير عن المشاعر، هذا سيتسبب في طفل عصبي وطفل كثير الغضب. ألح وأؤكد على بعث وبث الحب في البيت وفي المكان اللي فيه الطفل، وكنا في حاجة للحب للأشياء الإيجابية اللي تبعث فينا الهدوء والراحة والاسترخاء. يعني لاحظ أنت إذا كنت تسمع كلمات إيجابية الإحساس اللي تحس به، نفس الإحساس سيحس به الطفل إذا سمع كلمات إيجابية من أمه. كثرة نقد الطفل وتوبيخه والسخرية منه من شأنها أنها تجعل من الطفل عصبي وكثير الغضب. كل ما يفعل شيء الأم تنقد، كل ما يتصرف تصرف الأم يعني أو الأب يغضب منه، هو سيتوتر ويكون يعني طفل عصبي. لتفادي كل هذا ولي تعب أطفالنا يعني شعور بأنه أطفالنا ممتعين وما شاء الله عليهم هادئين، حتى نتمتع بهذا الشعور وحتى نستمتع أكثر بأطفالنا، نتفادى كل هذه الأسباب، ونحاول أن نجعل من أطفالنا أطفال هادئين متميزين كما قلنا باتخاذ هذه يعني السلوكيات اللي هي بعث الحب عند الطفل، يعني الاهتمام بحاجيات الطفل،
التحاور مع الطفل، إشباع الطفل بالحنان، إشباع الطفل بالاحترام والتقدير. تعليم الطفل من الصغر إنه أي موقف نتعرض له السلوك الأمثل إني نتصرف بهدوء حتى أستطيع حل المشكل. يعني الغضب والعصبية لن يجدي ولن يساعدنا على حل مشاكلنا. إذا يعني تعرضنا لأي مشكل، كل ما كنا هادئين أكثر، كل ما عقلنا يعني فتح نافذة الحلول، لأن العقل الباطن لا يستطيع السيطرة على أي موقف إذا كان متوتر أو في حالة من العصبية. فنعود طفلنا على هذه المفاهيم منذ الصغر، وإنه يعني مش ضروري إنه الإنسان يحقق كل ما يريد في الحال. يعني إذا شيء يعني ما نجمتش تحققه بهدوء، اصبر قليلا، يعني حاول. أحيانا تجد أطفال يعني مثلا تعاملت يعني مع طفل كان كل موقف حتى باش يركب مركبات، يعني المركبات الليجو، إذا ما لم يستطع وضع المركب على الآخر يغضب ويشعر يعني بالغضب والعصبية. هذا الطفل يعني الحل معاه إنك تفهمه اللي بهدوء ببساطة ممكن إني نلقى حل المشكل هذا، نبحث عن المركب اللي ممكن يناسب المركب هذا وببساطة نتجاوز المشكل. كما قلت، تعويد الطفل منذ الصغر على التغلب على المواقف يكون يعني سبب في تغلبه على العصبية وعلى الغضب. كذلك يعني تعزيز مفهوم الهدوء واللين عند الطفل ب يعني تعليم الطفل الأشياء يعني اللي تنجر عن الغضب، اللي هو ممكن يضر بصحته كثرة الغضب. يعني كثرة الغضب والتوتر ستعطي هرمونات الغضب في الجسم، بالتالي هذا سيضر بصحة الطفل. ونحاول أن نشوف قصص على الإنترنت، يعني موجودة قصص ويعني يعني للأطفال مظهر الغضب، يعني في صور مبسطة للأطفال. هذه من الأشياء اللي تخلي الطفل يترك هذا السلوك وهو واعي، وهو يعني عارف مظهر هذا السلوك وعنده رغبة كبيرة إنه يحسن من سلوكه. كما قلنا، في كل شيء منظومة متكاملة، فنحاول إني نتفادى الأسباب والأشياء المسببة لهذا السلوك اللي ممكن يقلقنا ويتعبنا. إذا يعني إن شاء الله بإذن الله السميع العليم سنتطرق إلى تنمية الذكاء وأنواع الذكاءات في إن شاء الله الأسبوع القادم. أرجو أن أكون يعني حاولت الإلمام ببعض المشاكل السلوكية اللي ممكن تأرق المربين. إن شاء الله يا ربي نكون أفدتكم. ما كان من توفيق فمن الله، وما كان من خطأ أو نسيان فمني ومن الشيطان. أسأل الله إنه ينفعنا بما علمنا. إن شاء الله لقاءنا سيكون الأربعاء القادم، في يعني سنتحدث على تنمية الذكاء وأنواع الذكاءات. أشكركم على الحضور وعلى حسن الاستماع. أشكر أكاديمية الجيل الجديد على سعيها وحرصها على النفع وعلى يعني بناء جيل متطور، جيل واعي و متميز. سدد الله خطاكم ونفع بكم، وأشكركم لأن أتحتم لي هذه الفرصة. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.